عصابة يعني ماشي شخصية جديدة يعني غادي تكتشفوها. فهاد الشخصية اللي اقنعني بها الأخ وصديقي وزميلي المخرج منصف مالزي، فأنني حاولت ندخل لهاد المغامرة، وفعلا كانت مغامرة إيجابية في الجزء الثاني ديال تاكسي ديل، واللي غادي تشوفوا واحد القصة بوليسية اللي فيها مغامرة وعنصر تشويق، وفيها مجموعة من الخفة ديال الظل ديال بعض الممثلين اللي غادي تكون مرحه على المشاهد المغربي. فنتمنى ان نلقى واحد الاقبال الجزء الثاني كما لقى الاقبال الجزء الاول. فمرحبا بكم، ومرحبا بكم تطلبوا معنا في التاكسي. هما اللي مغيبين، انا غايب، انا موجود، انتم انا معاكم. ملي تتكون الخدمه راه كاين الخدمه، ما يمكنش، ولكن ملي ما تعيطوش لك ما يمكنش لك انا غدق على البيبان. يعني هذا قطاع ديالنا، يعني قطاع ديالنا اللي عندنا فيه تجربه طويله، يعني ماشي عاد البارحه عندنا الانسان بارد. فما يمكنش ان الناس هما اللي خصهم ينفتحوا علينا، الشركات اللي خصها تنفتح علينا، ماشي احنا اللي غنفتحوا على الشركات. الشركات خصها تقلب على الفنانين وعلى المكرسين كذلك، واللي قالوا كلمتهم باش يمكننا اننا نكونوا نطوروا الانتاج والمنتوج الدرامي ديالنا بجميع الاجيال ديالو، سواء جيل الرواد او جيل الوسط او جيل الخريجين او جيل الشباب. فهذا هو الدور ديال الفن، لان الفن تيحتاج لجميع الشخصيات. فنتمنى التوفيق للجميع، هذا هو اللي تنطلبه من الله. سير وتبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.